رايحين سوق السمك في انجلترا وهنعرفكم احسن انواع الاسماك اللي تقدروا تشتروها وايه اللي تبعدوا عنها، وهفرجكم اكبر واغرب كابوريا في العالم. اول سمكه معانا السي باس. السي باس دي اللي هي القاروص، واللي جنبيها السي بريم اللي هي الدنيس، ودول سمكتين مشهورين جدا عندنا في الوطن العربي ومتوفرين بكتير. فكل الناس المبتدئين واول مره ينزلوا سوق السمك واللي مالهمش قوي في طبيخ السمك ابداوا بدول. دول سمكه ساهل تقدر يعملوا مقلي، مشوي، صينيه في الفرن، معاك فله في اي حاجه. ابدا بالسمكه دي لو انت اول مره تنزل السوق. ده الماكريل، وده السمك ده الماكريل ساعات بيبيعوا منه فريش وساعات بيبيعوا منه مجمد. ده بقى اللانجوستين اللي كلمتكم عليه قبل كده في الفيديو، شايفين اللانجوستين مبطرخ ازاي وطالع منه بطروخ قد كده؟ ده تقدروا تطبخوه زي الكابوريا والجمبري، هي نفس الطريقه، جربوه برده هيعجبكم. وسعره كده بيكون وسط، وهو مشهور قوي في انجلترا عندنا هنا. ودي بقى الجلاجولا، دي ليها طريقه طبخ خاصه شويه وما يعرفوهاش غير يعني البلاد السواحليه قوي. وده بقى بلح البحر الكبير بقى الفريش اللي مع شويه طحينه بقى ايه، بيبقى حاجه فوق الخيال. واللي جنبيه بقى الجندوفلي اللي احنا ايه البورسعيديه يقولوا عليه بكلاويز، وبيحطوا بقى جمبري احجام مختلفه، هتلاقي ده الميديوم ساعات بيبقى حاطين كبير. دي بقى الكابوريا البلو كريب، دي بقى شبه الكابوريا بتاعتنا جدا، للي بيحن للكابوريا بتاعتنا يقدر يجيب دي. وعندهم انواع بقى ايه قشريات وحاجات كتيره جديده وغريبه علينا شويه. وده طبعا الصبيط، وبقى الفليهات هتلاقي منه اشكال وانوال. وده سمك اسمه الريد سنابر وبيسموه النهاش. برضو حلو لو عايز تجربه هيعجبك، مقلي او صينيه في الفرن شغال معاك تمام. ودي سمكه القد اللي في الغالب تلاقيهم بيبيعوها مفليه، بس ساعات تلاقيها فتره الكريسماس بايعينها سمكه صحيحه. وده نوع من انواع السي بريم برضو بيكون حلو. غالبا الاسماك الصحيحه بيبقى بيبيعوها بالكيلو، انت عايز تقول له مثلا عايز سمكه سمكتين يوزنهم لك ويقولوا لك ده هم كام كيلو ويحاسبك عليهم. ده حاجه اسمها سكالوبز، جديده علينا برضو مش عارفينها قوي، بس هي مشهوره في امريكا وانجلترا، بيشوحوها في الزبده وياكلوها. وطبعا في السمك الامونيوم فلي، وساعات كتير بيبقى فيه عروض كتيره حلوه قوي في سوق السمك تقدر تشتريه ارخص بكتير لما تروح تشتريه من سوبر ماركت. وده التايجر شريم، يعني حاجه كده ايه عظمه عظمه عظمه. وبيبيعوا برضو الجمبري المخلي اللي عايز تعمل بيه مكرونه سي فود، عايز تعمل بيه شوربه سي فود، عايز تحطه في فيش بايز. هم هنا بيعشقوا حاجه اسمها الفيش بايز، بس حقيقه ما انصحش بيها طعمها وحش قوي. ودوا الريد مولت. الريد مولت دوا اللي هو البربوني اللي احنا بنحبه قوي اللي بيبقى مقلي، ده تحفه تحفه تحفه. بس انا الحقيقه يوميها ما اشتريتهوش عشان قال لي ده مجمد وكان حجمه كبير قوي، حسيت ان هو لو اكلته لحمته ناشفه، عشان جبته قبل كده وما عجبنيش الحقيقه. لو لقيته فريش هاته، لو لقيته مجمد ابعد عنه. بقى الكينج فيش بيبيعوها سواء صحيحه او مقطعه. الكينج فيش دي يا جماعه هي سمكه الدراك، جربوها برده حلوه قوي هتعجبكم، بس انصحكم تجيبوها مقطعه لان لو جبتوها كبيره مش هتعرفوا تتصرفوا فيها. ده بقى الوحش الكبير الكبير قوي، الكابوريا. الكابوريا يا جماعه عايز تعرف تفرق ما بين دكر او انتايه، لو انت بتدور على البطروخ هات الانتايه، مش فارق معاك. وعايز لحمه كتير هات الدكر. الانتايه اللي هي بتبقى عريضه من تحت، الرفيعه من تحت دي اللي في ايدي دي الدكر. الدكر بقى بيبقى حجمه كبير، والمره دي في السوق انا شفت اكبر كابوريا شفتها في حياتي. الكابوريا دي يا جماعه حطيتها على الميزان لقيتها داخله على 2 كيلو، حاجه كده عظمه عظمه عظمه. انا عمري ما شفت الحجم ده، فالحقيقه اول ما شفتها قلت لازم اشتريها واجربها، انا مش عارفه هاكلها ازاي بس لازم اجربها. وده طبعا وحش القلوب استاكوزا. الاستاكوزا طبعا لازم تكون بتلعب، عارفين لو ماتت ما تعرفش تشتريها، هتلاقي سعرها نزل النص، يا اما تلاقيهم بقى بايعينها تيلز او مستويه او مجمده. شكلها مرعب يا جماعه، رحاب كانت قاعده تصوت فضحتني في السوبر فضحتني في السوق. شكلها مرعب مرعب مرعب، بس يا جماعه رائعه رائعه. وهي لازم تتجاب فريش، اتجابت مجمده مش بتبقى بحلاوه الفريش، والسعر بيبقى يعني شتان ما بين الفريش والمجمد. دوا بقى ماكريل. الماكريل طبعا مشهور عندنا وفي ناس كتير بتحبه عشان هو سمكه رخيصه وسعرها في متناول الجميع. ده بقى اسمه الريمبو تراوت. الريمبو تراوت ده طعم السمكه بيبقى شبه السلمون بس سعرها ايه رخيص شويه برده زي الماكريل، فتقدر تجيبها لو انت عايز بديل للسلمون رخيص. والكبير دوا بقى الوحش الكبير ده السلمون. السلمون بقى السمكه كده وقت الكريسماس بتلاقيهم بايعينها كده صحيحه وكبيره عشان العزايم بقى والولايه
الكريم وحاجات الحلوة دي. طبعا ده بقى السي باس والسي بريم اللي احنا شفناهم قبل كده. احنا عشان لفينا على كذا محل فهتلاقي طبعا البضاعة كل محل حاطط نفس او شبه البضاعة مع اختلاف نوع نوعين بتميز محل عن التاني، بس غالبا بيبقى كلهم حاطين بضاعة شبه بعض. اغلبا اغلب الاسعار بتبقى متقاربه، ما عدا مثلا محل يبقى منزل اوفر غير المحل التاني عشان مثلا يكسب زبون زياده. تلاقي مثلا بيبيع لك السمك سي باس والسبريم مش بالوزن، يقول لك خد الثلاثة بعشرة خد الأربعة بعشرة، يبقى عامل لك اوفر كده ايه عشان يخلي الناس ايه تيجي تشتري منه. او السمك مثلا ايه عايز يخلص كل اللي معاه عشان هما بيبقوا قافلين يوم الحد، تيجي مثلا على السبت بالليل هتلاقيهم ايه منزلين شويه اوفرات عشان عايزين يخلصوا كل اللي عندهم. تلاقيهم مثلا لو الكابوريا ماتت عندهم في العادي، الكابوريا لما تيجي تشتريها تيجي تشتريها بالوزن، يعني مثلا الكيلو بيعمل له حوالي من 6 باوند. لو انت بقى رايح له على السبت بالليل والكابوريا ايه ابتدت تموت منه، عارف ان هي مش هتعيش ليوم الاثنين وعايز يخلص منها، تلاقي له الكابوريا اللي كان الكيلو ب 6 باوند تقدر تجيب الواحده بباوند وب 2 باوند. انا مره رحت جبت يا جماعه شروه كابوريا بخمسة باوند، تخيلوا خمسة باوند، مع ان الخمسة باوند دي لو انت بتشتري الكابوريا بالكيلو ممكن تجيب لك 8 كابورياية. يعني انا لما ساعات بجيب كابوريتين كده كبار وعظمه شويه بيعدوا ال 10 باوند. شايفين كده في الفليهات، هتلاقوا فليهات لونها مصفر شويه كده، الاحمر طبعا ده او اللون سيمون ده السلمون عارفينه، اللي مصفر شويه ده السمك القط بس مدخن. هما ساعات هنا بيدخنوا الفليهات دي وبيشوحوها، وبساعات بتلاقيها محطوطه في اطباق في البريكفاست، اكلته في فندق في البريكفاست، بس يا جماعه سيء جدا، ما تجربوهوش ما تشتروهوش. شايفين بقى في سمك بقى اسمه كارب، دي تاني سمكه ما تشتروهاش يا جماعه. بصيت على الصغير منها وحسيت ان هو شبه كده ايه البولتي بتاعنا الفريش، ولقيتها فريش قلت لا ده انا لازم ليه بقى؟ عارف لما كنت تطلع طلعه الساحل وتلاقي واحد كده واقف على الطريق يقول لك معايا دينيس معايا اروس معايا بوري، واسعاره كده خزعبليه رخيصه جدا بالنسبه لسعر سمك السوق، وتشتري منه وانت فرحان ان انت خدت جود ديل ومروح البيت، وتروح تلاقيها سمكه اسمها سيلفر كلها شوك ما تتاكلش. هي السمكه دي كانت كده كل جسمها شوك. شايفين الطيور اللي قدامكم دي، نوع انواع من الطيور شبه الحمام كده والفراخ بس بريه. الطيور دي بيصطادوها وبيبيعوها، وده بقى الليمون سول او الدوفر سول اللي هو سمك موسى او سافوليا حسب انت منين في مصر، وهتبقى تسميها باسم مختلف. الحقيقه بتبقى رائعه رائع رائع رائع. جربت الليمون وجربت الدوفر سول، هم اسعارهم بتبقى مختلفه شويه، في واحد اغلى من التاني بس الاثنين في القلي بيطلعوا تحفه وكريسبي جدا. وانتوا بقى بتتفرجوا كده سايباكوا بتتفرجوا على السمك، هرد على بعض الاسئله بتسالها كتير جدا. في بقى ناس كتير سألتني على البوري والبولتي. بالنسبة بقى للبوري والبولتي، البوري هو الجراي مولت ومش هتلاقوه في السوق كتير، بينزل وقت معين في السنة وهتلاقوه يعني بشوفه في السنة مرة أو مرتين بالكتير، وبتبقى أحجامه كبيرة قوي يعني ممكن السمكة تعدي 2 كيلو، بس يا جماعة بيكون رائع رائع رائع، وبيبقى بطنه كلها بطروخ وحاجة وهم. أنصحكم لو لقيتوه في السوق تجيبوه. أما بقى بالنسبة للبولتي غالبا بنسبة 90% هتلاقيه مجمد واسمه تاليبا، والحقيقة ما منصحش بيه قوي، هو بيبقى رخيص، بيبقى السمكة باوند باوند ونص لو كبيرة، بس بيبقى يا إما مجمد يا إما كان مجمد وبيعينه بعد ما فكوه. بيتباع ساعات فيليه في كوسكو، لو انت عديت على كوستكو ولقيته فليه جيبه مش وحش، لو قليته كفليه كان نوعه حلو وما كانش مجمد كان فريش. بيبيعوا بقى الاخطبوط الكامل والصبيد والكاليماري، بس زي ما انتوا شايفين بقى ايه مش متنضفين، فهتنطلق بقى مع التنظيف والحبر اللي فيهم. لكن اغلب السمك وانت بتشتريه طلبته منه ينضفهولك يقطعهولك يعملك فيه اي حاجه، يعني لو مش زحمه هيعملك كل اللي انت عايزه. احنا بقى لفينا السوق واشترينا بقى شروة اللي هي، وهنروح البيت نحضرها ونفرجكم ازاي عملناها في جزء تاني للفيديو ده، بس انتوا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تشوفوا احسن.